ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلم خلال الشاشة المتميزة جوكم الكتيفي للفهم والاستيعاب. مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء المستوى السادس ابتدائي، سوف نتطرق اليوم إلى حصة جديدة من الفهم والاستيعاب لحساب الأشكال الهندسية، خصوصا حساب مساحة الأشكال الملونة. لدينا عدة أشكال ملونة سوف نقوم بحساب مساحتها. تلاحظوا معي جيدا الشكل الأول. لاحظوا جيدا الشكل الأول، سوف نقوم بتقريبه. جيد، لاحظوا جيدا. إذا هذا الشكل الأول يتكون من شكلين، الشكل الأول هو عبارة عن دائرة والشكل الثاني هو عبارة عن مربع، وتلاحظوا أن الدائرة أكبر من المربع، والمربع يتكون من شكلين أساسيين هما مثلثين، المثلث الأول والمثلث الثاني. المطلوب هو حساب مساحة الشكل الملون، هذا ملون بالأسود. ولدينا هنا القطر ديال هذا المربع، هذا تساوي 2 سنتيمتر، والقطر ديال المربع هو القطر كذلك ديال الدائرة 2 سنتيمتر. تلاحظوا كيفية إنجاز ديالو. إذا من المعروف أن المساحة ديال الدائرة هو S تساوي R في R في P، و P هي 3.14. إذا في الشكل عندنا الديامتر ديالو تقريبا 2 سنتيمتر، إذا نسبة لغايون، نسبة لغايون 1 سنتيمتر، بالنسبة للشعاع تقريبا 1 سنتيمتر. ننتبه، إذا عندنا مساحة ديال الدائرة هي الشعاع في الشعاع في بي، و بي هي 3.14. وفي هذاك الشكل عندنا القطر ديال الدائرة هي 2 سنتيمتر، إذا لو غايون ديالو أو الشعاع ديالو هو 1 سنتيمتر. إذا المساحة بصفة عامة، المساحة ديال السي هي 1 في 1 في 3.14، هي 3.14 سنتيمتر مربع. إذا ناخدو هاد النتيجة دي على الجنب، رقم واحد ورقم واحد. إذا لدينا مربع، هذاك المربع داخل هذه الدائرة، ولكن ما عرفناش القياس ديال الضلع ديالو، يعني كيف في حسابات المربع؟ خاصنا نشوفوا الشكل ديال المربع، تتكون من أربعة المثلثات، وكذلك تتكون من مثلثين، ناخذوا اللي سهل فيهم. إذا ناخذوا المثلث الأول، حساب ديال المثلث الأول تريونجل. إذا المساحة ديال المثلث الأول تريونغ هو كالتالي، هو دائما القاعدة في ارتفاع مقسوم على جوج. القاعدة ديال المثلث هو القطر ديال الدائرة، نفس القياس، معناها يعني جوج في و اش ارتفاع ديال المثلث هو الشعاع ديال الدائرة، على في 1 على 2 تساوي 2 على 2 تساوي 1 سنتيمتر مربع. إذن هاد 1 سنتيمتر مربع هو حساب ديال المثلث. تنعرفوا بأن المربع لديه مثلثين، معناه مساحة ديال المربع تتكون من مساحة ديال المثلثين متقايسين بيزو. ناخذ المثلث الأول تنضربه في 2 تعطينا 2 سنتيمتر مربع. إذن 2 سنتيمتر مربع هي في الأصل هي مساحة المربع، و 3.14 هي مساحة ديال الدائرة، وقلنا بأن الدائرة مساحة ديال الدائرة أكبر من مساحة ديال المربع. إذن ناخدو هنا 3.14 هي مساحة ديال الدائرة، و 2 سنتيمتر مربع هي المساحة ديال
هي المساحة ديال مربع. إذا لحساب هذاك الشكل، مساحة الشكل الملون، تديروا عملية ناقص 3.14 ناقص 2 تساوي 2. بعد عملية الحساب نلخصها بأن تساوي 1.14 سنتيمتر مربع. إذن هذه النتيجة النهائية. هذا هو حساب ديال الشكل رقم واحد أو شكل أ. سوف أعيد. بالنسبة للشكل أ راه تيبان لكم دابا على الشاشة، إذن دائما مساحة ديال الدائرة هي R في R في B تساوي تقريبا 3.14. مزيان، اللي لاحظ ان الشكل مزيان راه يبان لكم دابا على الشاشه. تلاحظوا بان القطر ديال الدائره هو 2 سنتيمتر. حنا ما غاديش نحتاجوا القطر، حنا نحتاجوا الشعاع، لو غايون هو تقريبا 1 سنتيمتر. نستخدموا هنا تطبيق عددي، 1 في 1 في 3 في 14 تعطينا 3 في 14 سنتيمتر مربع. هذه هي المساحه ديال الدائره. تلاحظوا بان مساحه الدائره اكبر من المساحه ديال المربع. اذا لاحظنا المربع تتكون من اربعه المثلثات وكذلك من مثلثين. حنا ناخذ اللي ساهل فيهم، هما المثلثين. ناخذ مثلث واحد ثم نضربه في في اثنين. ناخذ المساحه ديال المثلث الاول ونضربه في اثنين. كما تلاحظوا بان لا باز ديال هذاك المثلث هو القطر ديال الدائره، معناه هي جوج، والارتفاع ديال المثلث هو الشعاع ديال الدائره، معناها هي واحد. تنديروا تطبيق عددي، جوج في واحد على جوج هي واحد سنتيمتر مربع. هاد واحد سنتيمتر مربع ديال المثلث واحد، وتعرفوا بان المربع تتكون من مثلثين متقايسين. اذا هاد واحد تنضربو في جوج تعطينا جوج سنتيمتر مربع. اذا هنا لقينا المساحه ديال المربع بطريقه غير مباشره. جوج سنتيمتر مربع هي مساحه ديال المربع بطريقه غير مباشره، عن طريق المساحة ديال المثلث مضروب في اثنين. اذا 3.14 سنتيمتر الاولى ديال سنتيمتر مربع ديال المساحة ديال الدائرة، و 2 سنتيمتر مربع هي مساحة ديال المربع. 2 سنتيمتر مربع هي مساحة ديال المربع. اذا لو بغينا نقلبوا على المساحة ديال الجزء الملون تديروا عملية ناقص 3.14 اكبر من اثنين. اذا 3.14 ناقص اثنين تساوي 1.14. إذن سوف نقوم بحساب مساحة الشكل الملون هنا. إذن هنا نتعرف على الشكل B، سوف أقوم بتقريبه. لاحظوا فوالا. إذن كيف ما تلاحظوا هذا الشكل هذا يتكون من شكلين هندسيين، كاين دائرة وكاين مربع. وفي هذا الشكل بي مختلف على الشكل أ. المربع مساحة المربع أكبر من مساحة ديال الدائرة، وتعرفوا بأن القطر ديال أو الضلع ديال هذا المربع هذا هو 2 سنتيمتر، والقياس ديال الضلع ديالو هو قياس ديال القطر ديال الدائرة، هو 2 سنتيمتر ديالو. إذا لدينا هنا شكلين، شكل ديال الدائرة وشكل ديال المربع، وقياس ديال الضلع ديالو هو 2 سنتيمتر، هو نفسه قياس ديال القطر ديال الدائرة. إذا سوف نقوم الآن بمساحة حساب مساحة الشكل الملون هنا، ملون بالأسود. لاحظوا كيفية. إذن تنذكركم دائما القواعد. بالنسبة للمساحة ديال المربع هو الضلع في الضلع، لدينا اس ديال سي ديال المربع. مساحة المربع هو 2 في 2 يساوي تقريبا 4 سنتيمتر مربع. هذه النتيجة الأولى. والمساحة ديال طبعا
المساحة ديال سي هي دائما ار في ار في بي، لو غايون فوا لو غايون في بي، و بي هي 3.14 او 22 على 7. وكيف ما لاحظتوا في الشكل قياس ديال الضلع هو جوج، اذا جوج هو الديامتر ديال سي هو جوج، ديال لو غايون ديالو تقريبا هو واحد. حنا نعتمدو دابا على الشعاع وليس على القطر، لان واحد في واحد في 3.14 تساوي 3.14 سنتيمتر مربع. هي النتيجة الثانية، هذه النتيجة الأولى وهذه النتيجة الثانية. النتيجة الأولى هذه ديال الحساب ديال المربع 2 في 2 تساوي 4 سنتيمتر، وهذا الحساب ديال المساحة ديال الدائرة الموجودة في الوسط. تلاحظوا بأن 4 سنتيمتر أكبر من 3.14، دل القيام بهاد تديروا ناقص 4 ناقص. إذا النتيجة هنا هي المساحة ديال النتيجة اللي خاصها تكون هنا هي المساحة ديال الجزء الملون. إذا بعد إجراء العملية 4 ناقص 3.14 تعطيك 0.86 سنتيمتر مربع. إذن 0.86 سنتيمتر مربع هي النتيجة النهائية ديال هذا الشكل هذا. إذن بالنسبة للشكل بي تيبان لكم دابا على الشاشة، إذن هذا الشكل هذا تيتكون من شكلين هندسيين، الشكل ديال المربع هو الكبير والشكل ديال الدائرة اللي تتكون داخل هذاك المربع. واخا دابا المساحة ديال المربع شنو هي؟ هي الضلع في الضلع. تشوفوا من خلال الشكل ان الضلع هو 2، اذا 2 في 2 تساوي 4 سنتيمتر، اذا هذا جانب، هذا المساحه ديال المربع بوحدو تطلع 4 سنتيمتر هو المساحه ديال المربع. هذه النتيجه الاولى، ديما نيميرو تي بحق نيميرو تي با. بالنسبه للمساحه ديال الدائره عندنا شعاع في شعاع في بي، وهذاك جوج سنتيمتر تتمثل القطر ديال الدائره. حنا ما عندناش الغرض في القطر، عندنا الغرض بالشعاع. القطرة تنقسمها على جوج باش نحصلو على الشعاع دائما، وجوج نقسمها على جوج، جوج نقسمها على جوج تعطينا واحد. إذا واحد واحد في 3.14 هي 3.14 سنتيمتر مربع. إذا هاد النتيجة الثانية أصغر من النتيجة الأولى، هادشي اللي قلنا في الأول بأن مساحة المربع أكبر من المساحة ديال الدائرة، لأن الدائرة داخل المربع بيسر تكون صغيرة منه. اذا لبغينا نحسبوا دابا هذوك الاجزاء المظلمه والمساحه ديال الجزء المظلم اللي كاين في الشكل، تنديروا عمليه ناقص 4 ناقص 3.14 تساوي 0.86. اذا 0.86 هو النتيجه النهائيه ديال الفيغور بي. لدينا الشكل الهندسي الثالث، لاحظوا جيدا. فوالا، إذا الشكل الهندسي الثالث بالنسبة شنو هما المكونات ديالو، شنو الأشكال الهندسية اللي تبان ليا فيه. إذا كان عندنا الشكل الأول هو العام، هو على شكل مستطيل، لاحظوا ها هو الطول 4 سنتيمتر، هو العرض 2 سنتيمتر. إذا الشكل هذا الشكل السي هو عبارة عن مستطيل. داخل المستطيل هنا لدينا نصف دائرة الأولى ونصف دائرة الثانية. نصف دائرة زائد نصف دائرة هي دائرة، إذا لدينا هنا دائرة، وكذلك مثلث الأول ومثلث الثاني. مثلث الأول ومثلث الثاني هو عبارة عن مستطيل هنا، لاحظتوا؟ هو عبارة عن مستطيل صغير هنا، لأن المثلث ينقسم إلى مثلث، إن المستطيل ينقسم إلى مثلثين، كذلك قائم الزاوية، مثلثين قائم الزاوية. إذا في هذا الشكل هذا لدينا مستطيل، دائرة، ومثلثين اللي شكلناهم اللي لصقناهم ألقوا مستطيل صغير هنا. إذا الطول ديال هذا الشكل هو 4 سنتيمتر والعرض ديالو هو 2 سنتيمتر.
إذن كيفية حساب هذا الجزء المظلم هنا، هذا الجزء الملون بالأسود هنا، كيفية حساب ديالو؟ شوفوا معي الطريقة. إذن أول شيء بالنسبة للريكتانجل، ريكتانجل مساحة ديال المستطيل هو طول في العرض. إذن الطول هو تقريبا 4، العرض هو 2، إذن المساحة هي 8 سنتيمتر مربع. هذه هي النتيجة الأولى، احتفظوا بها حتى الأخير ونحتاجوها. دابا في هذا الشكل هذا راه شفتوا كاين هنا نصف دائرة وهنا نص ديال هاد سميتو. إذن اللي كان هنا طول سوا 4 اللي قسمنا على جوج تلقاو هنا 2، و2 هادي هاد 2 سنتيمتر، المسافة 2 سنتيمتر تتمثل القطر ديال هاد الدائرة. حنا دائما المساحة ما تنعتمدوش على القطر، تنعتمدو على الشعاع. إذن 2 نقسمو على جوج ونحصلو على الشعاع، معناها هي 1. إذن المساحة بالصفة ديريكتومون تدير المساحة ديال الدائرة هي شناهي، سي هي 1 × 1 × 3.14 تساوي 3.14 سنتيمتر مربع. هذه النتيجة الثانية ديال الحساب ديال الدائرة بصفة عامة. تبقات لينا هذا المثلث مع المثلث، هذا المثلث مع المثلث، بحال قلتي شي مستطيل صغير هنا، بحال شي مستطيل هنا، لأن المستطيل نقسم إلى مثلثين قائمة الزاوية. نحسبوا دابا الطول ديال هذا المستطيل، حنا نعتبرو هذا هو مستطيل ماشي مثلث، هذا مثلث زائد مثلث يعطي المستطيل. نحسبوا الطول ديال هذا المستطيل هذا ونحسبوا العرض ديال هذا المستطيل هذا، يعني مثلث زائد مثلث قلنا هو مستطيل. إذا بالنسبة للطول ديال هذا المستطيل، إذا هو جوج سنتيمتر، لاحظوا هنا هي جوج سنتيمتر، هي هنا هي هذي تقريبا جوج سنتيمتر. إذا الطول ديالو هو جوج سنتيمتر والعرض ديالو هو 1 سنتيمتر، ندير 1. المساحة ديال المستطيل صغير اس، واحد ريكتانجل صغير هنا ريكتانجل 1. إذا تعطينا ال 1 في ال 1، إذا 2 × 1 يساوي 2 سنتيمتر مربع. إذا نبقى دابا إذن قطينا العملية ديال حساب هذا. إذن لبغينا نحسبو هذاك المساحة ديال كاملة ديال هذاك الجزء المظلم مع الفيجور ديال سي، نديرو 8 ناقص 3.14 هي المساحة ديال الدائرة، زائد 2 هو المساحة ديال المستطيل الصغير، حيت مثلث زائد مثلث قلنا هو مستطيل. إذا إذا 8 ناقص 5.14 تعطينا تقريبا 2.86 سنتيمتر مربع. إذن أول شكل يبين لكم في الصورة، انتبهوا. إذن أول شيء تشوفوا الشكل هو عبارة عن مستطيل كبير، هو ال في ال 4 × 2 يساوي 8 سنتيمتر مربع. وتلاحظوا بأنه يكون هناك واحد نصف دائرة هنا ونصف دائرة الفوق ونصف دائرة لتحت، نصف دائرة زائد نصف دائرة هي دائرة، والقطر ديالها هو 2 سنتيمتر، الشعاع ديالها هو 1 سنتيمتر. طبق القاعدة 1 × 1 × 3.14 هي 3.14 سنتيمتر مربع. هذه هي ديال المساحة ديال الدائرة، نصف دائرة زائد نصف دائرة هي دائرة، هي 3.14. بقى لينا دوك جوج مثلثين، داك المثلثين اللي طابقناهم بعضياتهم اللي لاصقناهم بعضياتهم تيكون عندنا واحد المستطيل فيه طول والعرض. الطول هو ارتفاع ديال المثلث والعرض هو القاعدة ديال المثلث. إذا طول
خص يكون متكين. إذن في هذه الحالة كاين واحد ريكتانجل صغير، واحد مستطيل صغير، الطول ديالو هو 2 والعرض ديالو هو 1، إذن هو 2 سنتيمتر مربع. إذن 2 سنتيمتر مربع ديال المستطيل الصغير داخل الشكل، و 3.14 هو حساب ديال الدائرة اللي تتكون من نصفين، نصف دائرة الفوق ونصف دائرة لتحت، و 8 سنتيمتر هو المجموع ديال هو الشكل العام ديال هذاك السي. إذن تنديرو 8 ناقص 3.14 زائد 2، 3.14 زائد 2 هي شحال؟ هي 5.14. إذا 8 ناقص 5.14 هي 2.86. إذن هذه هي المساحة ديال الجزء المظلي اللي داخل الشكل السي. حاليا سوف نقوم بحساب مساحة الشكل الملون هنا في هذا الشكل دي. لاحظوا جيدا، فوالا. إذن من خلال الشكل هذا تبين بأن هناك ما يسمى بواحد المثلث، القاعدة ديالو هو جون سنتيمتر، فوالا. وكاين واحد ربع ديال الدائرة هنا، إذا تبان من خلال هذا الربع ديال الدائرة، هذه القطعة هذه تتمثل ربع ديال الدائرة، تبان بأن الشعاع ديالو هو جون سنتيمتر. تعرفوا بأن الشعاع هذا هو المركز، الشعاع يساوي هذا الشعاع، لا ميم شوز. إذا جون سنتيمتر ديال القاعدة ديال المثلث هو جون سنتيمتر ديال الارتفاع ديالو. أجي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نحسبوا هذا الجزء الملون بالأسود. لاحظوا جيدا. إذا دابا في لا فيغور دي عندنا ربع ديال الدائرة والشعاع ديالها يساوي 2، إذا نحسبوا دابا الدائرة بصفة عامة، 2 × 2 = 3.14. دابا نحسبوا المساحة ديال الدائرة بصفة عامة ثم نقسموها على 4 لأنها تتمثل ربع داك الشكل دي، تتمثل ربع. إذن بعد القيام بالحساب لدينا 4 × 3.14 تقريبا هي 12.56. سنتيمتر مربع. 12.56 مربع هي الدائرة بصفة عامة، ولكن حنا بغينا غير هاد الربع هنا، على غير هاد الربع سينا خاصنا نقسمو على 4. إذن بعد القيام بالحساب عطاتنا تقريبا 3.14. تجي تشوفو راه هي 2 × 2 هي 3.14 نقسم على 4 تبقى 3.14، ولكن بغينا نشوفو باش تفهمو مزيان الطريقة كيفاش. إذا 12.56 هي مساحة ديال الدائرة بكاملها، بكاملها 12.56 مساحة ديال الدائرة هذي بكامل ديالو كلشي هادشي توتال. فاش تقسم على 4 تلقى هاد الربع ديال الدائرة، تساوي 3.14 سنتيمتر مربع، هي المساحة ديال الربع ديال الدائرة. ولكن هنا عندنا واحد المثلث، لاحظتوا هنا خاص هاد المثلث هذا نلقاو ليه المساحة ديالو، ها هي القاعدة، ها هو الارتفاع. ديال المساحة ديال المثلث تريونغل شيكول لا باز هو اوتور قسمة على 2، يعني هي 2 × 2 = 2 تساوي 4 × 2 تساوي 2 سنتيمتر مربع. 2 سنتيمتر مربع هي النتيجة الثانية. ديال 3.14 هي أكبر من 2 سنتيمتر مربع. ديال لحساب هذاك لا سيرفاس ديال دي نديرو عملية ناقص 3.14 ناقص 2 تعطينا تقريبا 1.14 سنتيمتر مربع، هذه هي النتيجة النهائية. هانتوما لاحظوا الشكل مزيان دابا غيبان لكم في الصورة، فوالا. هتلاحظوا انت 2 × 2 × 3.14 هي بصفة عامة، الدائرة بصفة عامة هي 4 × 3.14 هي تقريبا 12.56، وحنا ما بغيناش الدائرة بصفة عامة، بغينا غير الربع ديالها، سنقسمو على 4
غتعطينا 3.14. إذا 3.14 يمثل هذا الربع، هذا الربع ديال الدائرة. 3.14 يمثل هذا الربع ديال الدائرة. الربع ديال الدائرة كيف ما شفتو تتكون واحد المثلث صغير، والقاعدة ديالو هي لوغايون، هي الشعاع، والارتفاع ديالو هو الشعاع ديال الدائرة. شنديرو؟ تنديرو اس في تي بي فوا اش، معنى جوج جوج على جوج، هي 4 على 2، تعطيك 2 سنتيمتر مربع. هاد 2 سنتيمتر مربع هي المساحة ديال المثلث الصغير تما. انت تلاحظ بأن 3.14 أكبر من جوج، 3.14 هي ربع الدائرة، وجوج هي المساحة ديال المثلث. إذن هنا 3.14 ناقص 2 هي 1.14، و 1.14 هي الجزء الملون بالأسود. إذا لاحظوا الشكل أ، لاحظوا جيدا، فوالا. إذن الشكل أ سوف نقوم بحساب هذه المساحة ديال الشكل الملون. كيف ما تلاحظوا ان هذا الشكل بصفه عامه هو نصف دائره، القطر ديالها هو 4 سنتيمتر. اذا هذا القطر ديال هذا النصف دائره هو اصلا القاعده ديال هذا المثلث اللي تتكون من مثلثين قائمين الزاويه. اذا لا باز القاعده ديال المثلث هو 4 سنتيمتر، والقطر ديال هذا النصف دائره هي 4 سنتيمتر. لاحظت بأن الشعاع ديال هاد الدائرة هذه هي ارتفاع ديال المثلث، إذا هو 2 سنتيمتر، لأن الشعاع شنو هو؟ دي مقسم على جوج، دي معنى القطر مقسم على جوج، إذا الشعاع ديال الدائرة هو 2 سنتيمتر، وعندنا نصف دائرة، وعندنا القاعدة ديال هاد المثلث هذا هي 4 سنتيمتر، وارتفاع ديالو هو 2 سنتيمتر، إذا من خلال هاد المعطيات تبان ليا كيفاش يمكن لي نخدم بهذا الشكل هذا باش نحسب المساحه ديال هاد الجزء الملون بالاسود. اجي نشوفوا كيفاش الطريقه. اذا اولا الحساب ديال الدائره، حساب ديال المساحه ديال الدائره اس سي، شحال تعطيك؟ تعطيك ار دائما في ار في 3.14. من خلال الشكل عندنا دي تتساوي، من خلال هاد الشكل هذا دي تساوي 4 سنتيمتر، إذا نقسمو على جوج فتعطينا 2 سنتيمتر، إذا هنا جوج في جوج في 3.14، نقدم من وراء 3.14، 12.56 جرام، تعطيك تقريبا 12.56، إذا 12.56 سنتيمتر مربع هي المساحة ديال الدائرة بصفة عامة. حنا بغينا غير النص ديال الدائرة، يعني خاصنا نقسمو على جوج، إذا هي 0.28 سنتيمتر مربع، هذه النتيجة الأولى. دابا نحسبو النتيجة ديال تريونغ، لأن لا باز فوا لوتور ديفيزي بار دو، لا باز ديال تريونغ هو 4 سنتيمتر، 4 × 2 الارتفاع ديالو، حيت هو الارتفاع هو الشعاع ديال الدائرة، 8 × 2، إذا هنا 8 × 2 تعطيك تقريبا 4 سنتيمتر مربع، هادي هي النتيجة الثانية، هاد المساحة ديال النصف دائرة، وهذا المساحة ديال المثلث. لداخل هذيك النص ديال الدائرة. إذا بالنسبة للمساحة ديال الشكل أ، لا فيغير أ، شنو هي؟ هي 0.28 ناقص 4، إذا خدينا قمنا بعملية الحساب بقى هي 2.28 سنتيمتر مربع، هي النتيجة. نلاحظوا الشكل، لدينا دائرة بصفة عامة هي R في R في 3.14، إذا من خلال الشكل عندنا غير نصف دائرة، معناه 2 × 2 × 3.14 هي
تقريبا 12.56 قسم على 2 هي 6.28، يعني 6.28 هي نصف دائرة. إذن 0.28 حسبناه هي نصف دائرة. واخا نشوفوا دابا داخل هذه الدائرة لدينا مثلث، ولا باز تنقولوا حنا دائما مساحة المثلث هي لا باز فوا تو فوا سور دو، ارتفاع ديال المثلث هو القطر ديال الدائرة هي 4، وارتفاع ديال المثلث هو الشعاع ديال الدائرة هو 2. 4 في 2 شحال تساوي 8، 8 مقسم على 2 شحال هي 4، 8 مقسم على 2 هي 4 سنتيمتر مربع. مزيان مزيان. إذن هنا عندنا مساحة ديال نصف دائرة وعندنا مساحة ديال المثلث داخل الدائرة، تعرفوا بأن مساحة ديال نصف دائرة هي أكبر من مساحة ديال المثلث. إذن 0.28 ناقص 4 الغاية ديالنا هو نوجدو الجزء الملون بالأسود. 0.28 ناقص 4 تساوي 2.28، يعني 2.28 هو يتمثل مساحة ديال الجزء الملون بالأسود. إذن انظروا جيدا الشكل غادي يبان لكم دابا في الشاشة، شوفوا مزيان هذاك الشكل. إذن احسب مساحة الجزء الملون علما أن ABCD مربع طوله ضلعه 4 سنتيمتر. إذن أول شيء غنحسبوا المساحة ديال المربع، عندنا الضلع ديالو هو 4 سنتيمتر خير المعطيات، 4 في 4 عندنا تقريبا 16 سنتيمتر مربع. إذا 16 سنتيمتر مربع هي مساحة ديال المربع اللي عندنا هنا، وهو أصلا مظلم، هو أصلا أسود، لأن خاصنا نحتفظ بهاد النتيجة هنا حتى الآخر. دابا نشوفو الشكل اللي فوق من المربع تيتكون من نصف دائرة، والقطر ديال هذيك الدائرة كيف ما تشوفوا الشكل، شوفوا الشكل من القطر ديال هذه الدائرة هذه هو الضلع ديال المربع على 4 سنتيمتر. إذا خاصنا نحسبوا دابا الدائرة بصفة عامة، الدائرة ديما نعتمدوا على الشعاع، ديما اس سي تعطينا ار في ار في 3.14، اف اف 3.14، معناه إذا كان الضلع تساوي 4 ديال المربع والضلع هو اصلا هو القطر ديال الدائره، الشعاع ديالو هو 2، ندير 2 2 3.14 تعطيك 4 3.14 هي تقريبا 12.56، و 12.56 نقسمها على 2 تعطيك 0.28. إذا 0.28 هي النتيجة الثانية، ولكن في داخل شوفوا الشكل مزيان، ولكن في داخل هذاك نصف دائرة كاين واحد نصف دائرة بيضاء ما ملوناش، القطر ديالها هو الشعاع ديال الدائرة الكبيرة، هي تقريبا 2 سنتيمتر. إذا بغينا المساحة ديال هذيك الدائرة البيضاء خاصنا نقلبوها على الشعاع، عندنا القطر هو 2 سنتيمتر، الشعاع خاصو يكون هو تبع معايا، لأن السي بلون اللي كان عندك تما الشعاع ديالو 1.11 3.14 تعطيك هنا 3.14 سنتيمتر مربع. واخا دابا حنا بغينا الجزء المظلم، إذا عندنا 3.14 يتمثل خاصو نقسمو على 2، واخا 3.14 قسمه على 2 باش نعطيو النصف، فوالا تعطينا 1.75، 1.57 سنتيمتر مربع. إذا 1.57 سنتيمتر مربع هو النصف ديال الدائرة البيضاء، و 0.28 سنتيمتر مربع هو نصف الدائرة الفوق. إذا نديرو الناقص، نحيدو هذاك الجزء الابيض باش بقى لنا الجزء الاسود، سهولة بدا نستعملو ناقص 0.28 ناقص 1.75 الوغ تتعطينا 4.71 سنتيمتر مربع. اذا 4.71 سنتيمتر مربع هو الجزء الملون بالاسود فوق من المربع. إذا باش نحسبو التوتال ديال هاد الشي كامل، إذا نعتمدو على 16 سنتيمتر مربع المعطى اللول اللي حسبنا به المساحة ديال المربع، نزيدو على هاد
إذا حسبنا ديال الناس في الدائرة الملونة بالأسود، نديرو الجمع باش نحصلو على المجموع ديال هذاك الشكل المظلم. دين توتال تساوي تقريبا 20.71 سنتيمتر مربع. هذه النتيجة النهائية. عشرين فاصلة 71. إذن كيفاش حصلنا عليه؟ أولا نشوف الشكل مزيان. الشكل عبارة عن مربع ونصف دائرة فوق. مربع هو مظلم بكامل. إذن S سواء 4 × 4 16 سنتيمتر مربع. إذن نحتفظوا بهذه النتيجة الأولى. من بعد نحسبوا النصف ديال الدائرة الثانية. النصف ديال الدائرة اللي فوق من المربع هي تقريبا الدائرة بصفة عامة. دابا الشعاع ديالها هي جوج، لأن القطر ديالها هو الضلع ديال المربع. إذن الشعاع ديالها هي 2 × 2 = 3.14. إذا المساحة هي 2 × 2 = 3.14، تعطيك تقريبا 12.56. إلا قسمت على جوج تعطيك 6.28 سنتيمتر مربع. داكوغ، إذا 6.28 سنتيمتر مربع هادي هي نصف ديال الدائرة الفوقانية. ولكن إلا لاحظتي مزيان كاين واحد الجزء أبيض تما، كاين واحد نصف دائرة بيضاء خاصها تحيد من الحساب. ونصف دائرة خاص نحسبو الدائرة هي بصفة عامة ونقسمو على جوج. إذا نصف ديال نحسبو دابا المساحة ديال الدائرة البيضاء، تنعرفو بأن القطر ديالها هو الشعاع ديال نصف الدائرة بأسرها. القطر ديال هذيك الدائرة البيضاء هي نصف هي الشعاع ديال نصف الدائرة اللي فوق من المربع. المهم الشعاع ديال الدائرة البيضاء هي واحد، لأن القطر ديالها هو جوج. الواحد في واحد 3.14 تعطيك 3.14 سنتيمتر مربع. واخ 3.14 سنتيمتر مربع هو الدائرة البيضاء بصفة عامة، مساحة الدائرة البيضاء بصفة عامة. ولكن من خلال الشكل عندنا غير نصف الدائرة البيضاء، سيدي خصنا نقسمو على جوج باش تعطينا 1.5 1.57. 1.57 هي المساحة ديال نصف الدائرة البيضاء. إذا عندنا 6.28 ناقص 1.57 تعطينا الجزء الملون بالأسود هو 4.71. 4.71 هو الجزء الملون فوق من المربع. إذا المربع والجزء الملون نجمعهم بعضياتهم لأنهم كلهم جسم بشكل مظلم أسود. 16 شكل ملون بالأسود، 16 زائد 4.71 هي 20.71 سنتيمتر مربع. إذن هذه هي طريقة إنجاز ديال العمل. نشكركم جزيل الشكر على الانتباه ديالكم، وإلى موعد لاحق إن شاء الله دائما في السلسلة ديال الرياضيات للدعم وأنشطة الدعم المستوى السادس ابتدائي. كان معكم يوسف دلم خلال الشاشة المتميزة جوكم الكتيبي للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي. إلى اللقاء إن شاء الله.